لم ينجح زعيم فرنسا غير الخاضعة اليساري جون لوك ميلانشون في معركة رئاسة الجمهورية الفرنسية، لكنه محمولا بتيار يساري عارم يقارب نسبة 22% من الشعب الفرنسي، احتل موقع القائد والمؤثر في الحياة السياسية الفرنسية، ومن دونه كانت فرنسا ستسقط في قبضة التطرف، ولم يكن إيمانويل ماكرون ليحلم بالوصول إلى الرئاسة. في مسيرته المتنامية عبر مشاريع النضال الاجتماعي والسياسي والفكري، رفع ميلانشون اليسار الفرنسي من الهوة التي غرقت فيها الأحزاب اليسارية التقليدية كالشيوعي والاشتراكي المهزومين شر هزيمة في الانتخابات الآفلة. يسار ميلانشون باستقلاليته وعمقه ورفضه المساومة في مراحل الصراع على السلطة قد يكون درسا جديرا بالتحليل والبحث للأحزاب اليسارية العربية التي في أغلبيتها عجزت عن تقديم مشروع تحرر وطني واستقلال سياسي، فغرقت في التبعية تارة لقوى في الشرق وتارة لقوى في الغرب، وانفصلت عن الواقع الوطني والقومي نتيجة رهانات وتحالفات نقيضة لمبادئها المؤسسة، ولا تعبر عن تطلعات من آمن بالفكر اليساري كمحرك للتغيير والتقدم ولمقاومة الاحتلال والهيمنة. أهمية ميلانشون وما حققه في فرنسا على النقيض من بعض زعماء اليسار العربي حتى لا نظلم قادة يسار من طينة مشرفة، وضوح البرنامج والأهداف وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والإغراءات السلطوية، وضوح لم يكسر عزمه على مواصلة النضال لمنع سقوط فرنسا في قبضة اليمين المتطرف من جهة، وتشكيل سد شعبي لمنع الليبرالية المتوحشة بنموذجها الأمريكي التي يمثلها ماكرون من التفرد بالحكم عبر الانتخابات التشريعية المقبلة.